أهلا بكم. تراجع مفاجئ في نتائج الوداد منذ نهائي الدوري الإفريقي، تراجع مفاجئ لفريق تلقى 4 هزائم متتالية في 3 مسابقات مختلفة، وبطريقة تطرح الكثير من علامات الاستفهام عن الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج السلبية. فحديث المدرب عادل الرمزي عن الإرهاق النفسي يفتح الباب أمام كثير من التأويلات، فبين قائل إن الفريق يعاني لأنه يفتقد مهاجما يصنع الفارق، إلى قائل إن عدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم المالية قتل الحافز عندهم، إلى آخر يحمل المسؤولية لعادل الرمزي وطريقة إدارته للمباريات. وبين هذا وذاك، من سيدفع فاتورة هذه النتائج السلبية؟ على عكس الوداد، نهضة بركان يتألق في كأس الكاف ويحقق العلامة الكاملة للمرة الثانية تواليا، وهذه المرة في ملعب فريق الملعب المالي. وفي الحلقة أيضا فقرة قالوا عن الأسود، سنخصصها لتألق لاعبي المنتخب المغربي مع أنديتهم على بعد أسابيع فقط من كان الكوت ديفوار، وعلى رأس اللائحة زياش، أنصيري والصيباري وآخرون. ولمناقشة محاور هذا العدد من برنامج بانوراما سبور، معنا الإطار الوطني، اللاعب السابق والمدرب الحالي عبد الحمام. سي عبد الطيف، مساء الخير وشكرا على حضورك معنا في بانوراما سبور. يا عبد الله، مساء الخير. مساء الخير جمهور بانوراما سبور، وأمسية رياضية ممتعة. أهلا بك سي عبد الطيف. ومعنا من العاصمة البلجيكية بروكسل المدرب والمحلل الرياضي خالد زيمبي. سي خالد، مساء الخير وشكرا على تلبية دعوة قناة ميديا تي في. اهلا وسهلا سي عبد الله، وكيف نقولوا حنايا، الترحاب موصول للضيوف الكرام. اهلا بك سي خالد. وينضم الينا من مدينه الدار البيضاء الصحفي الرياضي الزميل والصديق رياض الغازي. سي رياض، اهلا بك وشكرا على حضورك معنا في بانوراما سبور. اهلا بك سي عبد الله، سي خالد، سي عبد الطيف، وسعيد جدا بالتواجد معكم. إذن أهلا بكم ضيوفي الكرام. طبيعة الحال سيكون الموضوع الرئيسي في حلقة اليوم هو النتائج السلبية لفريق الوداد البيضاوي في الأونة الأخيرة، هزائم متتالية تطرح أكثر من علامة استفهام حول فريق تعود على لعب دور البطولة محليا وقاريا. قبل أن نبدأ النقاش، التفاصيل في التقرير التالي لحليمة الدوي ثم نتابع. هل هو تأثر بضياع لقب الدوري الإفريقي أمام سان داونز؟ أم أنها نهاية حقبة التألق لنادي تعود على الانتصار وعدم الاستسلام بميادين خصومه في دوري الأبطال؟ وضعية معقدة هي التي يمر منها الوداد الرياضي منذ عودته دون لقب من جنوب إفريقيا. التعثر مقبول في قانون كرة القدم، لكن المرفوض في الأمر هو التعود والفشل في كيفية الخروج من دوامة النتائج السلبية. غياب الجمهور، العياء الذهني، وطرد المدافع جمال حركاس، تبريرات عادل رمزي قائد سفينة الحمر للتغطية على الهزيمة القاسية في كلاسيكو الدوري المحلي أمام الجيش الملكي. الإخفاق أمام جوانين جالاكسي البوتسواني نقطة طرحت أسئلة عدة. هل حقا هذا هو الوداد؟ ما الذي حدث لغزاة القارة؟ والأهم، أين يكمن الخلل؟ هل في التسيير؟ أم أن رمزي بات غير قادر على مسيرة وضبط إيقاع الفريق؟ العودة من ميدان أسيك ميموزا الإيفواري كذلك دون نقاط في الجولة الثانية من دور مجموعات تشامبيونز ليج قد تكون النقطة التي ستفيض كأس النصير وهو على كرسي رئاسة الوداد، وقد تطيح بالمدرب رمزي من مهامه قبل نهاية الموسم. مراجعة الأوراق مطلب مشروع من أنصار الوداد، فهل سيتصحح المسار لإنقاذ التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال والبقاء على صراع النجمة الرابعة؟ أم أن الموسم سيخرج دون ألقاب كما حدث الموسم الماضي مع البلجيكي سيفن فاندربروك؟ إذن نتائج مفاجئة لفريق الوداد في الأونة الأخيرة. سي عبد الطيف، يعني الهزيمة الرابعة تواليا، الهزيمة الأخيرة كانت يعني الأخيرة مسابقة الدوري الإفريقي في إياب النهائي أمام سان داونز، ثم بعد ذلك الهزيمة مع فريق مغمور في مسابقة دوري أبطال إفريقيا فريق جالاكسي، ثم الهزيمة صراحة مفاجئة أكثر مع فريق الجيش الملكي 3-1 بعدما كان الفريق البيضاوي متقدما، ثم الهزيمة الأخيرة اليوم أو بالأمس في ملعب أسيك ميموزا الإيفواري. ماذا يحدث لفريق الوداد سي عبد الطيف؟
نتأسف لحصول هذه المجريات لفريق الوداد، لأنه تقريبا هو الوحيد الممثل في كأس ديال فريق الأبطال. كنا كنتمنوا بأن الأمور تسير في منهج آخر وفي مسار آخر، ولكن ما قدر الله فعل. وكنتمنوا على أن الوداد نشوفوها في ظروف احسن، لان المشكله ديال الوداد كتكون ثلاثه ديال العناصر. العنصر الاول هو اداري، بحيث ان في الاول ملي جاء عادل رمزي باش يدرب وانتوديبا لتدريب فريق الوداد البيضاوي، لقى واحد المجموعه ديال اللاعبين، وكنعرفوا في العالم كامل ملي كيكون تعزيز الفريق كيتم تعزيز الفريق باللاعبين اللي ناقصين. مثلا كنشوفوا كيجي المدرب كيشوف النقائص ديال الفريق وكيعتمد، بغيت واحد ثلاثه ديال اللعابه في الهجوم او في الوسط. لكن الوداد البيضاوي في الاول ديال العام عمل انتدابات كبيره تقريبا على شي 13 14 لاعب، وهذه الانتدابات في غياب المدرب ومشوا معه تقريبا مشاركه في كاس العرب، وكانت مشاركه غير مشرفه، بحيث ان الفريق الوداد انهزم بحصات كبيره امام النصر. انتقلنا هذا على جانب ديال المسؤولين الاداريين، يعني كيتحمل واحد الجزء من الخطا. من جانب ديال المدرب لاحظنا بان حتى هو كما كانش عنده رد الفعل كذلك، بحيث ان في المقابله ديال الصنداوز لاحظنا بان حتى الهدف الاول جاء اصعب اللحظات ديال المقابله في اخر الشوط الاول، وكنا كنتوقعوا بان المدرب في الشوط الثاني غادي يعمل رد الفعل، غادي يغير النهج التكتيكي ديالو، غادي يبدل الاسلوب ديال اللاعب، ابقى محافظ على نفس النهج التكتيكي، ربما اعتقاد منه ربما على ان غادي يتغير وغادي يحصل على نتائج ايجابيه، ولكن العكس اللي حصل، ان الهزيمه كانت زاد الهدف الثاني. انتقلنا مرحلة أخرى، هي مرحلة اللي كانت شوية صعبة، هي المرحلة ديال فريق الجالاكسي، اللي شفنا بأن فريق ضعيف، فريق بسيط جدا، بحيث حتى إلا نتكلموا من ناحية ديال السيطرة، فريق الوداد البيضاوي 80%، ولكن ما لقاش الحلول، نفس النهج التكتيكي اللي بدا به المدرب هو اللي سال به، تمرير الكرات العرضية. كتحمل المسؤولية للمدرب بشكل رئيسي. هنا ماشي كنحملوا المسؤوليه، ولكن على ان المدرب ساهم، لان الجزء الاول كان من طرف الاداره، بحيث ان المدرب جا لقى واحد المجموعه ديال اللاعبين هو ما عارف عليهم والو، ما عارفش الخصائص ديال الوداد فين هي، واش في الدفاع واش في الهجوم واش في الوسط، بحيث ان كنلاحظوا بحد الان بان الوداد عنده فقط مهاجم واحد اللي يمكنه نعتمدوا به وكان كيلعب في الموسم الماضي هو سامبو. بنمشيو كذلك، ما كانش ردات الفعل، يعني ردات الفعل ديال اللاعبين ايضا، رد الفعل الاولاني ما كانش ديال المكتب، لان رد الفعل كان سلبي. الرد الفعل الثاني ديال المدرب، حيث ان المدرب ما كيغيرش في الطريقه ديال الثالثه ديال اللاعبين، لان المقابله الثالثه كشفت على ان اللاعبين في الحقيقه هما مسؤولين على هذه الهزائم المتتاليه. لان لا يعقل ان فريق يلعب 90 دقيقه ولا محاوله واحده. يعني هذا كيبين على ان اللاعبين، ربما انا كنقول له ولو كان المكلف بالامتعه هو اللي وزع اللاعبين، يعني خرج التشكيله، كانوا على الاقل نشوف واحد الحماس واحد الغيره ديال اللاعبين. هو وضع صراحة شاد الفريق الوداد. نمشيو لبلجيكا، لبروكسل بالتحديد، عند السي خالد زنبي المدرب والمحلل الرياضي. السي خالد، يعني فريق يتألق على جميع الواجهات بين الفينة والأخرى، نجده يدخل في نفق النتائج السلبية. وضع شاد لفريق يحمل مشعل الكرة المغربية على الساحة المحلية وأيضا القارية، الفريق اللي تعودنا في السنوات الأخيرة يكون دائما في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال إفريقيا أو يتوج باللقب. اليوم يعني هذا النفق المظلم إن صح التعبير، يعني السي عبد الطيف يحمل مسؤولية لتالوت اللي هو الإدارة، المدرب واللاعبين، ولكن ما يمكنش يتجمعوا هذه النقاط الثلاثة في واحد المرحلة يعني بسيطة، يعني يعني قبل أسابيع كان الفريق يعني متألق. وسي عبد الله، هذا هو المشكلة ديالنا الكبيرة، وهو هذا كلمة متألق، يعني خصنا نوزنوها في الحقيقة، نوزنوها بميزانها الحقيقي. شوف سي عبد الله، باش نتكلموا بصراحة، أعطيني لاعب في المغرب كيلعب 20 لقاء متتابع 90 دقيقة عبر التاريخ. ممكن لو تبحث عبر التاريخ كرة القدم المغربية غادي تلقى لاعبين أو اثنين لعبوا هاد المقابلات كلها. حنا المشكلة ديالنا أن هاد التكوين ديال هاد اللاعبين، السيد المدرب تكلم على جلب يمكن 13 لاعب ولا ما عرفش شحال ولا أكثر في هاد السنة. هذا هو المشكل الكبير. الوداد حاملة اللقب العام اللي داز وكتجيب 13 لاعب، هذا يعني كيبين واحد لاكين، كيف نقولوا حنا، واحد الفجوة كبيرة في الأندية المغربية ديالنا كاملة بدون استثناء. ممكن الوداد لأنه كيغطي، لأنه فريق نادي ديال الدار البيضاء ونادي كيغطي عليه الجمهور، ويعني حتى هو عنده متتبعين يعني حتى في المغرب كامل،
ولكن ما خصناش ننساو بان اللاعبين لو تمشي للفئات العمريه الصغرى نتاع الوداد، انا الله يرضي عليك سي عبد الله، الله يخليك، دير شي نهار وسير شوف هاد الناس هادو كيفاش كيتدربوا وفي اي ظروف كيتدربوا، ويعني الامكانيات المرصوده لهاد الفئات العمريه الصغرى نتاع الوداد البيضاوي. كنتكلموا على الوداد البيضاوي، نادي يعني كيف قولوا لوكوموتيف في المغرب. وكنتفاجئوا ان الفريق كيخسر ولا كيتعادل ولا بعض المرات مثلا كهذا الحال ثلاثة ديال الهزائم. انا شخصيا العمل ديال السي عادل رمزي كنعرفو بحذافره بلي ديتاي ديالو. انا انسان كيعمل في الاتحاد البلجيكي وكنعرف الصغيره والكبيره خصوصا في بي اس في وشنو كان كيدير. يعني ان القيمه ديال السي عادل كنرجعوا نقيموه في هاد الثلاثه ديال اللقاءات، انا كنشوفوها كارثه بمعنى الكلمه. السي عادل رمزي اطار يمكن من احسن الاطر المغربيه الكاينه اللي كاينه الان. هاد الانسان هذا خصنا نعطيوه واحد القيمه ديالو الحقيقيه، ولكن خصنا نقيمو كذلك الظروف اللي كيعمل فيها. حنا باغيين نجيبوا هاد النادي هذا النادي نحطوه يجر على اليابس والاخضر، ولكن حنايا ما نشوفوش حتى اللاعبين ظروف التكوين ديالهم راها ماشي كارثيه، يعني تحت كارثيه. نعم سي خالد، طبيعه الحال تكلمتي على عادل رمزي وعلى ان تحمل المسؤوليه، خصنا في المقابل نشوفوا الظروف اللي كيشتغل فيها. غير نشوفوا بعض التصريحات اللي قالها عادل رمزي في الاونه الاخيره بعد في المباراه الثلاث الاخيره. يعني عادل رمزي بعد الهزيمه مع فريق اسيك ميموزا قال بان المشكل يتجاوز البقاء في صفر نقطه بعد مبارتين، نحن مرهقون ذهنيا مع توالي المباريات. عادل رمزي ايضا قال بعد الهزيمه امام فريق جوانينغ جالاكسي البوتسواني بان علينا ان نكون اقوياء ذهنيا، والكلام لم يعد نافعا ولا بد من ردة فعل أمام الجيش الملكي. بعد الهزيمة على الجيش قال رمزي إن الجانب الذهني ما زال متأثرا والجيش استحق الفوز. وبطبيعة الحال هذه التصريحات كاملة في المباراة الثلاث الأخيرة السرياد الغازي تتكلم عن الإرهاق الذهني للاعبين. يعني وهذا الإرهاق الذهني للاعبين هي واحد الكلمة ربما صعيب نحدها بالضبط، وكتفتح المجال أمام تأويلات كثيرة. الإرهاق الذهني أو عدم الحضور الذهني واش عنده علاقة بالتعب؟ واش عنده علاقة ربما وكما يشاع بأن اللاعبين ما داوش المنح ديالهم من المكتب المسير أو هناك تأخر وبالتالي ما بقاش عندهم الحافز؟ هناك أمور كثيرة يعني نقدروا نفهموها من هذا الكلام ديال عادل رمزي حول الإرهاق الذهني. أولا إلى رجعنا شوية للوراء سي عبد الله وكنا سمعنا لا ديكلاراسيون ديال سي عادل رمزي خلال الفوز على ماميلودي سانتونس مباراة ديال الذهب، كنظن بان عادل رمزي تحدث عن القوه الذهنيه للاعبين، يعني تكلم عليها بان القوه الذهنيه للاعبين خلاتهم ينتصروا في المباراه ديال الذهاب امام ميلوزي سان داونز. لا اعتقد بين عشيه وضحاها القوه الذهنيه اللي كانت عند اللاعبين ديال الوداد بين عشيه وضحاها كتمشي، يعني كاين له مشاكل، كاين له بزاف ديال الامور. لان اذا تكلمنا الان عن المشاكل اللي كيعيشها فريق الوداد، صحيح هناك مشاكل، هناك اكراهات، هناك حديث عن عدم توصل اللاعبين بالمستحقات الماديه، ولكن دعني اقول لك بان الوداد الكل يعني كيتمنى يتمنى ان يحمل قميص الوداد، وبالتالي اللاعب من اجل النتائج، اللاعب ايضا من اجل تحقيق الالقاب واسعاد الجماهير التي تساند الفريق. لا اعتقد اليوم بان المشكل هو مشكل ذهني اكثر من هو لاعبين، ونقولها بصراحه لاعبين لا يستحقون حمل قميص فريق الوداد ولا داعي لذكر الاسماء. ايضا المدرب اذا تكلم السي خالد على الكفاءه ديال السي عادل رمزي، لا احد يشكك في الكفاءه ديالو، ولكن خلينا نقول اليوم بان عادل رمزي باقي ما وصلش لهذاك المستوى اللي يتحمل المسؤوليه ديال التدريب ديال فريق الوداد. اولا العقليه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد وايضا الالقاب اللي فازوا بها بعض اللاعبين كتخليهم تكون عندهم معامله خاصه. ثانيا عادل رمزي اذا شفنا التجارب ديالو على في المسار الكروي ديالو فهو عنده تجارب كلاعب في افريقيا، ولكن كمدرب افريقيا كنعرفوا افريقيا عندها الخصوصيات ديالها خاصه التجارب ديالها، وبان في العديد من المباريات. يعني بان لا في المباراه ديال الاياب ديال سان داونز، لا في المباراه ديال جالاكسي البوتسواني، ولا ايضا
غاسيك ميموزا بان بان الكوتشينغ ديال المدرب يعني ما ماشي في هذاك المستوى الجيد. لان يعني ملي كتكون عندك مباراه مثلا امام الجيش الملكي خارج لك لعاب كتلعب 10 ديال اللاعبين وكيكون الكوتشين كتدخل لاعبين في الهجوم. وانا لست مخولا باش نتكلم اكثر تقنيا ولكن كنعرفوا شويه ديال الكره كنفهموا بعض الشيء. كيبان بان عادل رمزي مشتت الذهن، واش كبرات عليه الفرقه، واش اللاعبين اكبر من المدرب. دونك هذه كامله تساؤلات. وان كان المستحقات الماديه كنظن بانها متواجده ولكن اللاعبين يتحملون المسؤوليه لان خصهم يلعبوا من اجل اشعاع كره القدم الوطنيه وايضا اسعاد الجماهير المغربيه واسعاد الجماهير الوداديه. رياض، تكلمتي على المدرب رمزي وبانه ربما باقي ما تكيفش ولا باقي ما تاقلمش مع فريق الوداد ومع البطولات القاريه، ولكن هذا المدرب راه وصل للفينال مع الوداد في الدوري الافريقي. وايضا سمحتي رياض، يعني في بعد العوده ديال فريق الوداد من السعوديه بعد المشاركه بطوله العربيه كان هناك حديث او هناك تصريح للمدرب رمزي حول حاجه ملحه للفريق من اجل التعاقد مع مهاجم صريح. بعد توي الايام رمزي سكت على هذا الكلام، ما بقاش كيقول خصو مهاجم بان الامور يعني كاينه. واليوم كنكتشفوا بان الفريق يعاني هجوميا، راه ملي كنشوفوا الاهداف راه الشرق البحري تالق مع اتحاد طنجه فقط وسجل ثلاثيه، ما من غير ذلك كنشوفوا غير المدافعين هما اللي كيسجلوا، ها جبران ها العملود لاعبين اخرين. هو الى شفنا المسار ديال فريق الوداد ربما سي عبد الطيب ولا ايضا سي خالد يكونوا متفقين معايا، الى شفنا المسار ديال فريق الوداد في هذه السنوات فليس المهاجم هو من يعطي الفوارق ولكن فريق الوداد كمجموعه دائما نلاحظ بان الظهير الايمن متوسط الميدان هما من يسجلوا. ولكن اليوم الى غادي نتحدثوا نشرحوا الامور بالواقع ديالو. الى جينا شويه للوراء السي عبد الله غادي نقولوا محمد مديحي علاش ما بقاش الطاقم التقني ديال فريق الوداد، غادي نقولوا مكاوي علاش ما بقاش المدرب الحراس علاش ما بقاش الطاقم التقني ديال فريق الوداد. اذا كانوا تصدعات، كاينين تصدعات، كاينين بعض الامور ممكن مستودع الملابس ما بقاش كيتحكم فيه ايضا عادل رمزي. انا متفق معاك لان ملي كندوي على اللاعبين وكندوي على الانتدابات انا المدرب اللي كنعرفو مدرب اللي واثق من نفسه، مدرب اللي باغي يحافظ على الاسم ديالو كمدرب فيشرح الامور ويقول الواقع المعاش. لان كما تكلمتي فعادل رمزي خلال البطوله العربيه فهو تحدث على اكراهات، تحدث ايضا على عدم تواجد لاعبين في المستوى الجيد خاصه كان كيطالب مدافع وايضا مهاجم. ولكن في فتره من الفترات ما كناش كنسمعوا هذا الشيء ولا الامور غاده مزيان. هنا كيبان بان النتيجه ديال يوم الاحد واحد المساله ربما ناقشوها مع سي عبد الطيف لان كيعرف البطوله الوطنيه. المدرب ملي كيجي في البطوله غادي تنزل على جميع الانديه ماشي على الوداد، شكون اللي كيراقب هذا المدرب خلال العمل ديالو في الحصص التدريبيه ايضا؟ واش هذا المدرب يعني الحصص التدريبيه كيستوعبوها اللاعبين؟ واش هذا المدرب كيدير تصحيحات من بعد المباريات؟ دونك اذا هناك عوامل متعدده ومتشعبه داخل فيها الرئيس، داخل فيها اللاعبين، نعم. وايضا المدرب اللي صراحه باقي ما عطاش ما هو، نعم. ممكن نقولوا بعد 50 بعد المباريات يعني ابان بانه مدرب كف ولكن مباريات اخرى فابان بان الامور خرج على السيطره ديالو. ايضا نعم. هناك في المساعد ديالو كيبان بان المساعد ديالو ما كيعطيش حلول لان كنعرفوا الدور ديال المساعد المدرب. نعم نعم. ومن الصعب رياض يعني أن نحمل المسؤولية فقط للمدرب كما قال السي خالد زنبي، يجب أن نعرف الظروف التي يشتغل فيها هذا المدرب. السي عطيف بطبيعة الحال أنت مهاجم وكما والمهاجم بطبيعة الحال له دور كبير في الفريق في أي فريق يلعب له. السي رياض كيقول بأنه ماشي بالضروري يكون عندك مهاجم يعني متألق لأن بزاف اللاعبين يمكن لهم يسجلوا ولكن أنت كنت مهاجم وبطبيعة الحال ملي كنقولوا مثلا بزاف ديال الفرق راه ديك المهاجم يصنع الفارق، تعيا الدافع، تعيا تبني في الهجمات، إذا ما عندكش اللمسة الأخيرة راه يمكن لك تغلب. هو كيتسمى في اللغة ديال قانون الكرة متمم العمليات، يعني العملية كتبدا من الدفاع الوسط الهجوم، إذا كان عندك مهاجم قناص يعني في أي لحظة يقدر يخلق الفرصة، يقدر يسرق الكرة يعني حتى الضغط كيعملوا على الخصم. نعطيو مثال بسيط، النصيري مثلا عند افتقاده الكرة كتكون كرة عند الدفاع كنلاحظوا بأنه كيعمل الضغط الهجومي، أول مدافع كيبدا العملية هجومية. وبالنسبة للعملية الدفاعية ملي كنكونوا كنهجموا هو متمم العمليات، إذا كان عندك متمم العمليات من الطراز العالي كنت متأكد بأن واحد النسبة ديال الأهداف دو واحد 70-80% هو اللي كيسجلها وكيعطي حلول، لأن المهاجم اللي كيكون كيتحرك من الجهة اليمنى وكيلعب في الممرات كيعطي حلول وسط الميدان، لأن ماشي الدور ديالو فقط هو في إتمام العمليات ولكن حتى في تسهيل عمليات الهجومية على الفريق ديالو. نعم،
طبيعة الحال سي عبطيف، يعني الفريق الوداد يعاني هجوميا بطبيعة الحال، وهذا أمر واضح. يعني ملي كنشوفوا المباريات ديال الفريق دائما وأبدا كنشوفوا لاعبين ديال الوسط ديال الدفاع هم من يسجلوا، إلا نادرا ما يسجل لاعبي الهجوم. نرجع مرة أخرى إلى ضيفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، السي خالد زيمبي، بطبيعة الحال كانت عندك قبل أشهر تجربة في البطولة المغربية كمدير تقني لفريق نهضة الزمامرة، ويعني وعرفتي عن قرب ربما أنت تشتغل في بلجيكا وأيضا في إنجلترا، واليوم جاتك الفرصة أنك تخدم في المغرب وتشوف يعني ظروف الفرق المغربية. عندما نتكلم عن المنتخبات فهذاك عالم آخر، وعندما نتكلم عن الأندية فهذاك واقع آخر، وبالتالي هناك حديث يعني ربما عن أن الوداد رغم أنه فريق كبير وفريق قاتلة الكرة القدم المغربية والفريق اللي عنده نتائج استثنائية في العقد الأخير مع هذا الرئيس الحالي اللي هو سعيد ناصري، إلا أن الفريق يعني عنده مشاكل كباقي الفرق المغربية وخاصة على المستوى المادي وأيضا في تدبير الفئات السنية، لأنها هي من تساعد أو من تعطي المواهب للفرق الأولى لتجنب الفريق يعني التعاقد مع لاعبين بأرقام كبرى دون أن تكون لهم قيمة مضافة مع الفريق الأول. سي عبد الله، على ذكر فريق نادي نهضة الزمامرة، يعني بكل صراحة من هنا لشهرين غادي يكون يمكن هذا الفريق غادي يدوز يعني واحد 80% ديال الأندية الوطنية، لأن غير بالملاعب اللي غادي تكون عنده أربعة ديال الملاعب، واحد مع شوشب طبيعيا وثلاثة سانتيتيك، زائد صال كوفيرت يعني من الطراز الرافع بصراحة، والارضيه ديال الملعب ديال الشهيد احمد شكري، هذا النادي هذا غادي يكون على الاقل او نيفو دي زانفراستركتور غادي يكون من بين احسن اربع احسن فرق في المغرب، انديه في المغرب. هذا جانب بالنسبه للنادي اتلتيك زمامره. بالنسبه للفئات العمريه الصغرى، يعني بصراحه يعني غادي نتكلم بكل صراحه، في الانديه المغربيه راه خصها دير واحد الريفاي، يعني بصراحه يعني خصها دير واحد الريفاي يعني اون فوا بور توت، باش هاد الفئات العمريه الصغرى يهتموا بها ويعطوها الاهتمام كيف نقول حنايا سوفيزون يعني الكافي، لان هاد الانديه ديال لي كاتيجوري الفئات العمريه الصغرى هي اللي غادي تساهم على ان الانديه تكون عندها واحد لا ستابيليتي فينانسيير، لان ما تقدرش كل فريق. نعطيك واحد المثال، كاين نادي في المغرب هاد السنه دار 80 تيست اللاعبين ديالو، يعني باش يختار في الفريق الاول. واش راك عارف فين وصلنا ولا سي عبد الله؟ 80 تيست في الدرجه الاولى في الفريق الاول. الفئه العمريه الصغرى تبقى لها اسبوع ولا 10 ايام عاد باش تبدا التدريب ديالها، الاغلبيه ما عارفينش حتى فين غادي يكونوا. يعني بصراحه الانسان خصو يتكلم بصراحه بالنسبه للمدربين، المدربين ديال الفئات العمريه الصغرى، إذا كان شي إنسان دخل أنه يدرب U19 أو U18 ولا U17 كيف نقولوا حنا صافي، دخل شي كهف ما غادي ينساوه. كل المدربين باغيين يدربوا في الدرجة الأولى، ولكن خصنا نفهموهم علاش، لأن كل الأنظار بالأجورة السي خالد، لأن كل اهتمام يعطى للفريق الاول، بينما يعني الفئه السنيه غيكونوا لسالير بساط، وبالتالي هذا لا يحفز المدربين على البقاء طويلا يعني في تدريب الفئات السنيه. غير وصلوا النقاش طبعا الحال اليوم كانت عند سعيد الناصري خرجه اعلاميه، وهذه الخرجه قال فيها بزاف ديال التصريحات، ببينها انه قال بان التزامات شخصيه جعلته بعيد على فريق الوداد في الاونه الاخيره، وهذا ربما ما ساهم في تراجع نتائج الفريق. قال أيضا بأن المدرب هو الحلقة الأضعف، ولكن رمزي ليس هو السبب في هذه النتائج السلبية، والسبب هو تعب اللاعبين. رياض، يعني تصريحات سعيد ناصري كما تابعناها فيها كثير من قال كثيرا وصراحة لم يقل شيئا يعني بدقة كبيرة، يعني قال بأن الفريق مرهق وليس رمزي من يتحمل المسؤولية، وقال في المقابل بأنه سيكون له لقاء مع المدرب رمزي يوم غد الاثنين،
وإذا أقنعه بالأسباب التي جعلت الفريق يتراجع يعني أو تتراجع نتائجه فسيبقى مدربا، إذا لم يقتنع النصيري فإنه سيتخذ قرارا بفك الارتباط بعادل رمزي. هل يدفع رمزي رياض فاتورة ما يحدث للوداد في الفترة الأخيرة؟ هو أولا كنظن بأن التصريح ديال السي سعيد الناصري هو اللي تطيف الأجواء، وهو متناقض شيئا لأن تحدث بأن المشاكل اللي كتعيشها فريق الوداد هو تعب اللاعبين، ومن بعد كيقول بأنه غير يريح مع علي رمزي ويقول لي الأسباب، إذا كانت أسباب مقنعة يعني ما هو ما عرفش الأسباب، هذيك تعب اللاعبين ما كايناش، ما عرفش الأسباب. حنا كنعرفوا بأن سعيد الناصري يعني كان بعيد عن الفريق هذه الأيام الأخيرة، ولكن عارف شنو المشاكل اللي كاينين، عارف بزاف ديال الامور، حتى هو كيتحمل المسؤوليه لان الانتدابات خاصه في الهجوم ما كانش في المستوى الجيد. كنظن بان سعيد الناصري دائما كنشوفوه ملي كتكون اخفاقات ديال فريق الوداد، يعني ملي كيكونوا اخفاقات فهو كيخرج اعلاميا باش يلطف الاجواء. ايضا المساله ديال الابقاء او الانفصال على عادل رمزي، كنظن بان الانفصال غادي يكون هو مساله وقت، لان دائما ملي عاد ملي سعيد الناصري وعودنا ملي كيقول المدرب ما كيتحملش المسؤوليه فمن بعد كيكون هو الحلقه الاضعف، ولكن دعني اقول لك بان عادل رمزي يتحمل المسؤوليه ان لم يكن في النتائج وان لم يكن في الاداء، ايضا في سكوته على العديد من الاشياء، لان كنعرفوا بعض مرات المدرب خاصه يسمي الاسماء بمسمياتها والاشياء بمسمياتها، يعني كاين مشاكل في البيستيار، كاين بعض اللاعبين اللي كانوا تمرضوا على عادل رمزي، كاين امور عديده اللي وقعت في الاونه الاخيره. دعني أقول لك الكل يتساءل عن زهير المترجي لماذا لم يلعب، كنت كنتمنى أن عادل رمزي هو اللي يخرج يقولها ويقول بأن اللاعب ما بقاش كيجي للتدريب. إذا كاين بعض الأمور اللي خرجت على السيطرة ديال عادل رمزي، وكنظن بأن هذا الخروج ديال سعيد الناصري، فتعودنا بأن سعيد الناصري كيخرج مثل هذه الظروف هذه، ولكن ما كتكونش حلول، ما كتكونش كتكون حلول جذرية. ودعني أقول لك أيضا بأن هذه دائما كنقولها بأن الأندية الوطنية لا تستثمر في الإنجازات. فريق الوداد قلنا بأن فريق الوداد هو حامل مشعل كرة القدم المغربية على الصعيد القاري، ولكن أنت لا تستثمر في الإنجازات اللي حققتها هذه السنوات، يعني كنشوف فريق الأهلي بالألقاب فهو كيعزز الترسانة ديالو، كيجي 16 انتداب 14، بالعكس كيعزز الترسانة ديالو، كيجيب مراكز الخصاص، هادشي ما كنشوفوش للأسف في البطولة الوطنية والأندية الوطنية، رغم أن اليوم كندوي على مرحلة أخرى، مرحلة ديال الفوز بالألقاب، لكن للأسف فليس كل مرة تسلم الجرة. إلى ديتي الشامبيونز ليغ السنة ما قبل الماضية ووصلتي إلى فينال هذه السنة، فما غاتمشيش مع كل مرة الكرة اللي ما عطيتيهاش القوام ديالها. نعم، واليوم يعني ربما الوداد البيضاوي في وضع صعب صراحة، جوج الهزائم يعني 6 نقاط ضيعها في جوج المباريات، الأمور ستكون صعبة. في المقابل يعني أسيك ميموزا وأيضا فريق جالاكسي عندهم 4 نقاط لكل فريق، بالتالي فحتى التأهل لربع النهائي لن يكون سهلا على فريق الوداد البيضاوي، هذا الفريق اللي كيف ما قلنا هو قاطرة كرة القدم المغربية، ولكن خصو يعيد النظر بزاف ديال الأمور. السي عطيف، أسوأ نسخة ديال الوداد هذه منذ 10 سنين تقريبا، حيث أن المجموعة اللي فيها هو الوداد كاين أسيك ميموزا، كاين جالاكسي، كاين سيمبا، يعني فرق سبق لعب معهم لا تاريخيا ولا اقتصاديا ماديا، الوداد عنده واحد الفرق كبير في المستوى ديال الأداء، في المستوى ديال اللاعبين، ولكن بحال اللي قلنا في الأول بأن المسؤولية ما كتبقاش على في جهة الطرف، بل الثالوث هو المسؤول على هذه النتائج السلبية. كنتمنوا بأن الوداد بحال اللي كنقولوا يعيد الأوراق ديالو، لأن نازل بواحد في 3 ديال المقابلات بطريقة صعيبة كيخسر، رد الفعل ما كاينش، مستوى الأداء اللاعبين غير موجود، يعني واحد بحال اللي نقولوا لاعبين واحد المقابلة ديال البوكس وكل شيء طيح يدو، يعني يعني استسلموا مع ان الوداد باقي له رد الفعل ويمكن له يتاهل، لان باقي تقريبا واحد 4 ديال المقابلات الى حصل على نتائج وبالامكان ديالو بالامكانيات اللي كاينه، ربما سعيد الناصري كيتسنى فتره الانتقالات باش يدعم الوداد، محتاج الدعم، لان بصراحه نقولوا كاين واحد مجموعه ديال اللاعبين الان اللي كيمارسوا في الوداد لا يستحقون حمل قميص، وبحيث ان المردود ديالهم بحال المردود ديال اي لاعبين، وكنعرفوا بان الوداد اللي كيشارك 3 ديال المقابلات 3 ديال الدوريات مسابقه القارية هذا الموسم خصو واحد الاحتياطي من اللاعبين، وهذا الاحتياطي ما يكونش في الدرجه الثانيه، لان كنعرفوا اي فرق يكون في نفس المستوى بس كل منافسه، والمساله ماشي صعبه في وجود يعني ازمه ماليه تعاني منها جميع الفرق المغربيه. نتمنى يعني توفيق الفريق الوداد في قادم المباريات القاريه ليعود كما عهدناه في العقد الاخير بالتحديد، يعني متالقا دائما
وابدا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. على نقيض يعني الوداد فريق نهضه بركان سي خالد زيمبي يتالق في مسابقه كاس الكاف، فوز ثاني على التوالي في هذه المسابقه في دور المجموعات، والفوز اليوم كان على فريق الملعب المالي يعني بهدفين مقابل هدف واحد. نهضه بركان سي خالد يعني وخا يكون سيء على المستوى المحلي دائما على المستوى القاري يظهر بوجه مختلف تماما. أستاذ عبد الله، على الأقل نهضة بركان عندها واحد الاستقرار، والاستقرار جاي أصلا جاي من الاستقرار المادي. كتشوف بأن اللاعبين يعني ما عندهمش مشاكل مادية على الظاهر، على الشيء اللي كنشوفوه طبيعي، وكاين واحد الاستقرار على الأقل تقني. أنا كتشوف المدربين على الأقل كيدوز هذيك السنة ونصف على الأقل. هاد العوامل هادو، غير هاد العوامل باثنين كيقدروا يعطيوك واحد الفريق تنافسي. قيس على ذلك ان نهضه بركان ملي كتشوف اللاعبين ديالها في البطوله الوطنيه، لاعبين يعني عندهم المكانه ديالهم، يعني ماشي لاعبين ضعاف او لا. طبيعي ملي تخرج انك غادي تمثل المملكه في القاره الافريقيه، طبيعي غادي تكون هذيك الشحنه النفسيه الزائده. وطبعا بركان دابا عندها تجارب، كيف نقولوا، التجارب الايجابيه اللي كتدفعها انها دير نتائج ايجابيه. انا ما كنتفاجئش ملي كنشوف بركان مثلا كتجيب نتائج ايجابيه. غير المشكله الكبيره ديال النهضه البركانيه كسائر الانديه المغربيه، وهي في اخر سنه، واش خلينا واحد جوج ديال اللاعبين ولا ثلاثه او لا اربعه ديال اللاعبين فريق الامل وصلوا انهم لعبوا وخذوا المكانه ديالهم ولعبوا على الاقل دقائق كبيره في البطوله الوطنيه. هذا هو المشكله الكبيره، هذا هو التقييم الحقيقي لاي مدرب كان. نعم، بطبيعه الحال يعني نهضه بركان عندها امكانيات وعندها يعني مركز للتكوين، وبطبيعه الحال خصها انها تنتج ايضا لاعبين يعزوا الفريق الاول. ولكن كيف ما قلت لك سي خالد، يعني الجميل في نهضه بركان هو انها واخا انك تكون يعني ظروفها سيئه على المستوى المحلي كتالق قريا. اليوم الفريق مع استقرار فني، وجود المدرب الكرما والالقاب اللي توج بها الفريق في السنوات الاخيره، الفريق هذا الموسم قادر انه ينافس على اكثر من واجهه. نمشيو للمحور الثاني من حلقة اليوم رياض الغازي، يعني هو المتعلق بتألق لاعبي المنتخب المغربي على بعد أسابيع من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا هناك في الكوت ديفوار. يعني في الأونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة هناك تألق كبير للاعبي المنتخب المغربي، وخاصة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. زياش يعود مع غلطسار يسجل ثنائية، أنصير يسجل، السيبر يسجل، وهذه نقاط إيجابية ربما تساعد المدرب وليد او يعني تعطي واحد الدفعه معنويه للمنتخب قبل مشاركته 19 في كاس افريقيا المقبله. هو تعلق اللاعبين المغاربه في الدوريات الخارجيه والاوروبيه بالخصوص كنظن بان عنده اسباب ديالو، عنده المسببات، لان رجعنا للوراء سي عبد الله خاصه في المنتخب الوطني خلال المراحل اللي قبل من وليد الدكراكي، يعني كانوا لاعبين كيجيو كيلقاو المكان ديالهم مضمون، كيجيو واخا ما كيلعبوش مع الانديه ديالهم. اليوم لا، اليوم ولا العكس، يعني ولات المنافسه على التواجد في المنتخب الوطني ساهم باش اللاعبين المغاربه يشاهدوا في الانديه ديالهم ويتعلقوا، وايضا اذا ما كانش ضامنين المكانه ديالهم كيبحثوا على انديه اخرى، وهذا ما وقع. اليوم شفنا حكيم زياش، يعني لاعب اللي تبت بانه ربح لكره القدم الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي، يعني شفنا التعلق ديالو لا في الشامبيونز ليغ لا ايضا في الدوري التركي، شفنا الاهداف اللي سجل، تكلمتي على صابيري، تكلمتي على يوسف النصيري، وان كان كيتعلق ولكن الفريق ديالو ما غاديش في هذيك السيروره اللي كانت من قبل، ولكن على العموم جميع اللاعبين اللي كيشكلوا النواه الاساسيه ديال المنتخب الوطني الان كتعلق، وقبل اسابيع من انطلاق منافسات ديال كاس افريقيا للامم كنظن هذا غيساعد وليد الركراكي باش يحسم الاسماء ديال اللاعبين اللي غيشكلوا اللائحه ديالو للمشاركه في النهائيات ما غيلقاش مشاكل. وايضا التواجد ديال هاد اللاعبين غيكون تواجد عن جداره واستحقاق، لان ملي كتشوف لاعبين الان كيتالقوا، لاعبين كيسجلوا اهداف في منافسات عالميه، فكنظن بان غيعطي واحد الثقه للمجموعه ككل، غيعطي ايضا الثقه للناخب الوطني، وهادشي اللي كنا كنطالبوا به. كنا كنطالبوا بان المنتخب الوطني
ما يكونش القميص ديالو محجوز لبعض اللاعبين، ولكن خصها تكون نعم. المنافسه على الحضور ديالهم للمنتخب الوطني. وفي اخر ندوه صحفيه للمدرب وليد، يعني كنت حضرتها قبل اللقاء، يعني كان في تصفيات كاس العالم قبل لقاء تنزانيا اعتقد، كان قال بانه يعني المكان او يعني المكانه في تشكيله المنتخب المغربي غتكون غاليه يعني في كاس افريقيا المقبله. غنرجعوا يعني لحكيم زياش واللي كان نجم مباراه المان يونايتد وايضا فريقه فريق غلاتا سراي. الهولندي إيريك تين هاغ كان قال يعني مدرب مانشستر يونايتد قال عقب تعادل فريقه مع فريق غلاتا سراي في دوري ابطال اوروبا ان الدولي المغربي حكيم زياش لاعب رائع للغايه، ومن الصعب ايقافه، هذا اللاعب يمتلك امكانيات كبيره تجعله يصنع الفريق في اي وقت بطبيعه الحال. حتى حكيم زياش نفسه قال في تصريحات للصحافه الهولنديه بانه وجد سعادته رفقه فريقه التركي، وانه يستطيع ان يكون على طبيعته، كما اكد انه يشعر بانه يزدهر مره اخرى بعد الفتره العسيره التي قضاها رفقه فريقه السابق تشيلسي، خصوصا في الفتره التي جاءت بعد مونديال قطر. إذا زياش يتألق، زياش يصنع صراحة تاريخا جديدا رفقة فريقه التركي غلاتا سراي. بالمناسبة سي عطيف، يعني زياش سجل هدفين مباراة واحدة من ضربات حرة، وهذا الرقم هو رقم لم يتكرر سوى مرتين، يعني كاين رونالدو وكاين أيضا نيمار. دابا ثالث لاعب منذ موسم 2003-2004 يسجل هدفين من ضربه حره في مباراه واحده في دوري ابطال اوروبا، يعني عوده جميله لهذا اللاعب. شيء جميل ان وليد الركراكي عنده واحد القناعه، والقناعه ديالو كتبقى راسخه وثابته على مجموعه ديال اللاعبين، وان كان كثير من المحللين الرياضيين لهم راي اخر، لكنه منذ قدومه وتسلمه مهام تدبير شؤون المنتخب الوطني كانت عنده القناعه بواحد المجموعه ديال اللاعبين، منهم زياش اللي كان اعتبره ان شخصيه قياديه، شخصيه كاريزماتيكيه في داخل الملعب، حيث ان عنده تاثير كبير سواء ملي كان في تشيلسي او ملي كان في اجاكس امستردام، يعني كتحس به بانه قيادي. عنده كذلك في المنتخب المغربي، بحيث ان الوجود ديالو داخل المنتخب كيعطي واحد النوع ديال الراحه النفسيه، وبحال اللي قلتي بان زياد من الشخصيات الكرويه اللي بصمت سواء على المستوى ديال الفرق ديالها او المنتخب المغربي، الوجود ديالها والتاثير حتى على اللاعبين، بحيث ان كنلاحظوا بان دائما كتلقاه واحد المعامله ديالو داخل الميدان او خارج الميدان بنفس النسق، يعني المحبه ديالو للاعبين، التعامل ديالو مع الاطار التقني، يعني شخصيه نقولوا بارزه وعندها تاثير على المنتخب. وهذه العناصر ربما تساعد يعني المنتخب المغربي على التالق في كأس إفريقيا المقبلة. عندنا الآن تصريح يعني للمدرب السابق للمنتخب المغربي، المدرب المساعد في نسخة 2004 في كأس إفريقيا هناك في تونس، سيد عبد الغني الناصري، خاصة قناة ميديان تيفي، بتصريحات صراحة نأخذ من التصريح فقط حول اللاعب حكيم زياش وحول اللاعب المهني. نتابع أن زياش، فزياش لاعب مهاري، لاعب عنده يسار قوية جدا، وانا كان آمن شخصيا لان اللاعب المهاري خصو ما تحربوش، اللاعب المهاري دائما خصو تخليه، ما تبقاش تخلي في التدريب ديالك دائما انتوج دو بال، بالعكس خليه، لان دريبلي في اللغة ديال كرة القدم سي إيليميني كيلكان، دريبلي سي إيليميني كيلكان باش تدخل غونتخي دون اون اوتر فاز اوفونسيف. هذا كان هذا تصريح للمدرب السابق للمنتخب المغربي عبد الغني الناصري، يعني المدرب الذي ابتعد عن الأضواء في السنوات الأخيرة، ربما 9 سنوات لم يدرب أي فريق في البطولة المغربية، آخر فريق دربه أعتقد هو فريق المغرب الفاسي موسم 2014 أعتقد 2015. اليوم يعود هذا المدرب بتصريحات لقناة ميدان تيفي، عندنا مع حوار مطول، ولكن هذا مقتطف فقط من كلامه حول اللاعب حكيم زياش. سي خالد زنبي، يعني المدرب عبد الناصري يتحدث عن اللاعب المهاري وعن ضرورة إعطائه الفرصة لإظهار مهاراته، لأن لاعبين يعني بمهارات فردية كيعطيو الفارق، وبالتالي اللاعب الموهوب خصك تعطيه هذه المساحة، ما تقمعوش بلغة الكرة. وفعلا بعد اول حاجه انا فرحان ان نشوف سي الناصري مجددا، اشاطره 100% الراي، وكننقز على هذه الكلمه هذه، وكنمشي للبروفايل ديال البطولات.
يعني بالنسبه للي كارير ديال اللاعبين ديالنا المغاربه، خصوصا هادو اللي في اوروبا هنايا، مهم جدا مع لي زاجون ديالهم باش يكونوا بيان كونسي، يعني عندهم نصائح كتجي من عند الناس اللي دازوا في هاد البطولات ولا كيعرفوا هاد البطولات بلي ديتاي ديالها. لان كثير من الاحيان كنشوفوا لاعبين ممتازين مغاربه مثلا كتلقاه مثلا كيسني العقد ديالو مع شي نادي هنا في بلجيكا مثلا. كاين استثناءات صغيره وبسيطه هنا في بلجيكا مثلا، البطوله ما مديوراش البروفايل المغربي بصحيح العباره. مثلا انجلترا صعب جدا باش لاعب مغربي يعني يفرض الوجود ديالو الا اذا كان عنده بروفايل. مثلا كنتمنى انا عندي امل كبيره مثلا في سي زاغوري مثلا، سي خالد غايان خالد تسمح لي، قلتي بان الدوري البلجيكي يعني صعيب اللاعب المغربي اجبار ذاته فيه، ولكن هناك العديد من اللاعبين المغاربه يعني الخنوس تيسودالي وتالقون مع انديتهم. مثلا عندك الخنوس وتيسودالي، الخنوس راك عارف علاش استثناء، لان عنده مدرب كيامن بهذا البروفايل لحد الان. لو يمشي يعني واش الاشكال في المدرب ولا في منظومه البطوله ككل؟ في منظومه البطوله اولا وفي المدربين لانهم نتاج هذه المنظومه هذه. نعم يعني اللاعب المغربي وكثير من اللاعبين المغاربه يعني هنا بصراحه في انديه كبيره وكثيره مهمشين، قل مهمشين يعني ماشي عمدا، ولكن البطوله لا تصلح. بالعكس يمشي مثلا لهولندا كيلقى البروفايل ديالو كينطابق في هذيك البطوله الهولنديه مثلا. مثلا كنشوفوا في البطوله الهولنديه، اسمح لي سي خالد اذا قلت بان المنظومه ديال الدوري البلجيكي مثلا لا تخدم اللاعب المغربي، فكيف يعني احنا عندنا اليوم المدير التقني الوطني هو بلجيكي، يعني مدرب بلجيكي في الاصل. ولكن احنا بصراحه واش احنا هما كره القدم؟ باش نتكلموا بصراحه، واش احنا الارجنتين ولا الاوروغواي؟ نعم. يعني خصنا بكل صراحه يعني نتكلم. مثلا سي فتحي جمال انا نظن انه كيدير خدمه اكثر من المدير التقني مثلا. نعم. نرجعوا السي خالد يعني للدوري البلجيكي، وقلتي بان الدوري الهولندي ربما يعني يخدم اللاعب المغربي اكثر. قلب على الستاتيستيك الاحصائيات غادي تشوف كل شيء. يعني ما تثق بالكلام ديال خالد او ديال محمد الا وانت شوف الاحصاءات ديال اللاعبين المغاربه، وشوف اللاعبين المغاربه في الدرجه الاولى، وشوف عدد الدقائق الملعوبه، وغادي تعرف كل شيء. يعني حضور اللاعب المغربي في الدوريات بعض الدوريات يعني يكون نادرا، لان هناك منظومه لا تخدم يعني طبيعه اللاعب المغربي كمهارات ولا كشكل ولا كوزن. يعني زيد بغيت نفهم لك هذه النقطه السي خالد. عندنا بعض الاستثناءات، عندنا بعض اللاعبين مثلا زاغوغي ماشي هو بلال الخنوز ياك. مثلا بلال مثلا زاغوغي عنده امكانيات اكثر باش يلعب في البطوله الانجليزيه مثلا. الان هو في تشامبيون تشيب مثلا في البيرنلي. انا نظن بان لو لقى هذيك الثقه وغادي تكون ان شاء الله غادي يقدر يكون يدير مستوى كبير ان شاء الله في انجلترا. بالعكس مثلا الخنوس ما كنقدرش نشوفه في انجلترا مثلا، صعيب الامور شويه. ونايف اكراد يعني منتوج البطوله المغربيه سي خالد، يعني نايف اكراد منتوج البطوله المغربيه، ورغم ذلك تمكن من وضع يعني اسمه بين افضل المدافعين في انجلترا. خصنا نشوفوا هذا البروفايل عاوتاني المنتوج هذا اكارد. بعد اولا لاعب ذكي جدا، البوست اللي كيلعب فيه كيسمح له يعني بالعمل اللي قام به كثير، والمدربين كاملين اللي مشاو عنده. وما تنساش بلي انه دار واحد ترومبلان داروا في غان نادي فرنسي اللي عطاه هذيك الدفعه. السي خالد اعدك يعني بحلقه في المستقبل القريب نتكلموا فيها على هذا الموضوع يعني بشكل مستفيد، لان وقت البرنامج يعني اقترب من نهايته. غنختم معك صديقي رياض الغازي حول
القسم الثاني في البطولة المغربية اليوم، يعني فريق الكوكب المراكشي الذي تعاقد يعني قبل يومين مع يعني محلل برنامج بانوراما سبور الإطار الوطني المدرب والمحلل الرياضي عادل الرادي، يحقق أول فوز بعد يعني مباريات يعني صامعة للانتصار. يعني عادل الرادي عوض المدرب رضوان الحيمر، واستطاع هذا الفريق من تحقيق الانتصار في ديربي مراكش على فريق الاتفاق والسعادة المركز الأول. صراع كبير في القسم الثاني الرياض بين عديد أندية كالكوكب أيضا النادي المكناسي وأيضا فريق صد المغربي. هو المستوى اللي كان في القسم الوطني الثاني بقى مشناش في القسم الوطني الأول، يعني كان تنافسية كبيرة، كان ريتم عالي. وبالمناسبة نهني عادل الرادي على تقلب المسؤولية لفريق الكوكب المراكشي، وإن كان يعني كنا نثقوا في عادل دوز أندية كبيرة، ومن لازم أنه هو تبع العمل الكبير اللي قام به رضوان الحيمر، لأن رضوان الحيمر قام بواحد العمل كبير، ساهم في صعود الفريق. صحيح ما مشاش معاه النتائج بعد المباريات، ولكن هذه كرة قدم، مدرب كيبدا مدرب كيكمل العمل، خاطر يكون هذاك الشيء يكون تشاركي، وكل واحد ياخذ ما هو ايجابي باش يكمل عليه ويصلح ما هو سلبي. اذا كنظن بان الديربي انتهى لصالح فريق الكوكب المراكشي اللي عنده المشروع ديال الصعود للقسم الوطني الاول. كان اتفاق المراكشي ايضا فريق كيبقى في المستوى الجيد، للاسف الاستاد المغربي هو للاسف الاستاد المغربي، ولكن من حسن حظ النادي المكناسي اللي انتصر في هذه المباراه هذه. كنظن بان كاين غيكون صراع على اشده بين العديد من الانديه. ولا شفنا القسم الوطني الثاني كاين 16 فريق من اصل 16 فريق لعبوا في القسم الوطني الاول، باستثناء غادي نذكروا الشباب من قرير الاتفاق المراكشي والتشيره، هما اللي ما لعبوش في القسم الاول الفرق الكاملين، فاسبق لهم منافسه في القسم الوطني الاول. يعني بالتوفيق لكل الانديه، يعني منافسه قويه وقويه بزاف، منافسه القسم الوطني الثاني غنحصل بدورها حلقه في قادم الايام ان شاء الله. رياض شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وتحيه لخالد وسعد. خالد زنبي شكرا جزيلا لك. الله يحفظك سي رياض، الله يحفظك سي عبد الله، وشكرا للسي عفي. الشكر موصول للاطار الوطني عبد الفهم. سي عبد الفهم شكرا جزيلا لك. شكرا سي عبد الله، شكرا للضيوف الكرام. شكرا لكم ضيوفي الكرام. ختام حلقه اليوم مشاهدينا برنامج بانوراما سبورت، مع طيب المتابعه، في امان الله.